أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، ففي كتاب شرح الإمام المكودي على ألفية ابن مالك لا يزال حديثنا موصولا في باب الإضافة، باب الإضافة. نبدأ من قول ابن مالك: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. ولا يضاف، البيت رقم 395، 395 رقم البيت. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. هذا البيت يتكلم في مسألة المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. الأصل في التركيب الإضافي أن يكون الاسم الأول غير الاسم الثاني في حقيقته. حقيقة الأول تختلف عن حقيقة الثاني، ومن ثم يكتسب الأول من الثاني التعريف أو التخصيص. أما إذا كان بمعنى واحد، الأول والثاني مترادفان بمعنى واحد، فلا يمكن أن يتحقق التعريف والتخصيص، لأن الشيء لا يتعرف بنفسه ولا يتخصص بنفسه. الشيء لا يتعرف بل يتعرف بغيره. ومن ثم وضع النهويون هذه القاعدة: ولا يضاف اسم لما به اتحد، أي لا يضاف اسم لمرادفه. معنى، في المعنى ثم قد يرد عن العرب ما هو على خلاف هذه القاعدة، وورود الشواذ لا ينقض القاعدة إلا عند المجانين. يعني الشاذ إذا ورد يؤول أو يحفظ ولا يقاس عليه، لكن الاعتماد على نص شاذ في نقض القاعدة التي أخذت من أشرات النصوص من الكثرة الكاثرة لا يمكن أن يرتكبه من يعقل شيئا من العلم، لا يمكن. فالأمر الكلي إذا ثبت أنه كلي لا ينقض بما شذ من الجزئيات. هذه قاعدة قررها كثير من الأئمة، الإمام الشاطبي قررها أكثر من مرة في شرحه على الألفية وفي كتابه الموافقات، والإمام الحريري ذكر هذا في درة الغواص، وكثير. الأمر الكلي، القاعدة الكلية إذا ثبتت لا تنقض بما شذ من الجزئيات. طيب ماذا نفعل بهذه النصوص الشاذة؟ لنا طريقتان: إذا ورد من كلام العرب ما يخالف القاعدة ماذا نفعل؟ أحد الأمرين: الأمر الأول التعويل. ما معنى التعويل؟ صرف اللفظ عن ظاهره ليتفق مع القاعدة، صرف اللفظ عن ظاهره ليتفق مع القاعدة. الظاهر أنه على خلاف القاعدة، طيب هل يمكن أن نصرفه عن ظاهره ليكون على القاعدة؟ هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. هذا هو الأفضل.
التأويل أي صرف اللفظ عن الظاهر ليكون في التقدير موافقا للقائل. طيب الأمر الثاني ولا يرتكب إلا إذا تعذر الأول، إلا إذا امتنع الأول. ما هو الأمر الثاني؟ أن يترك على ظاهره ويحفظ كما هو ولكن لا يقاس عليه ولا يلتفت إليه، ولكن التأويل أفضل، التأويل أفضل. إذا تعذر يترك كما هو. وهذا ليس في علم النحو واللغة فقط، حتى في الفقه، حتى في الشريعة، مقاصد الشريعة والأصول العامة للإسلام ثبتت وتقررت، ثم جاء حديث حتى لو كان في البخاري أو متفقا عليه وهو على خلاف هذا الأصل، ماذا يفعل؟ يعول ليكون موافقا للأصل العام، للمقصد العام. طيب إذا تعذر ماذا يفعل؟ يترك في جانب ويقال هذا ليس عليه العمل، ليس عليه العمل، يدرس في قاعات التدريس فقط لكن لا يؤمل به. لماذا؟ لأنه يعارض ما هو أصح منه، يعارض ما هو أقوى منه، فالعاقل لا يترك الأقوى ويأخذ الضعيف. إذا أمكن الجمع بينهما فهذا المطلوب، لم يمكن لابد من اختيار أحد الأمرين، أختار الأقوى والثاني أتركه، لا أكذبه ولا أرميه في الزبالة ولكن أتركه للعلم فقط. وصلت؟ طيب. وأول موهما إذا ورد، أي إذا وجدت من كلام العرب ما ظاهره إضافة الشيء إلى مرادفه، أوله، يعني حاول أن تصرفه عن ظاهره إذا ورد، وهو قد ورد. قال الشارح: يجب أن يكون المضاف مغايرا للمضاف إليه، يجب أن يكون المضاف مغايرا للمضاف إليه ولو بوجه، أي ولو بتأويل. لماذا؟ ما العلة؟ لأن المضاف يكتسب من المضاف إليه التخصيص أو التعريف، والشيء لا يتخصص ولا يتعرف بنفسه. ويرد على هذا، على هذه العلة، ونقد العلة لا يلزم منه نقد المعلول، لأن المعلول قد يكون له أكثر من علة. تعليل الشيخ المكودي هذا يرد عليه أن من الإضافة ما لا يفيد التخصيص والتعريف، فهذه العلة لا تصدق فيه، الإضافة اللفظية يعني، فيلزم من هذا جواز إضافة الشيء إلى نفسه في الإضافة اللفظية لأنها لا تفيد التعريف والتخصيص. فهمتم الإيراد؟ والنحويون يذكرون القاعدة على عمومها: ولا يضاف اسم لما به اتحد. والإضافة إما لفظية أو معنوية، والعبارة عامة شملت النوعين، فلا بد أن نأتي بالعلة تصدق في النوعين، وإلا فلا بد أن يحمل كلام ابن مالك وغيره من النحويين على أنه من باب التعميم في موضع التخصيص. يعني لابد من هذه الأمرين: نقد القاعدة أو نقد العلة. ونقد العلة الآن عندنا أهون وأخف، العلة فيها نظر لأنها لا تصدق على الإضافة اللفظية. وصلت؟ فإن ورد من كلام العرب ما يوهم إضافة الشيء إلى نفسه، أول ذلك بإضافة الاسم إلى اللقب، يعني تكلف أن تجعل الأول اسما والثاني لقبا، وبين اللقب والاسم
مغايرة بتعويض وبوجه ما. فاللقب يدل على صفة في المسمى اشتهر بها، سواء أكانت من المدح أم كانت من الذم. أما الاسم فهو يدل على الذات بغض النظر عن تحقق معنى الاسم فيه. قد تجد واحدا اسمه محمد وهو شيطان رجيم، ها أبوه سماه محمدا يتمنى أن يتخلق بأخلاق سيدنا محمد فخيب ظن أبيه، ها هذا واقع أليس كذلك؟ إذن محمد معنى محمد في اللغة في واد، والمسمى في واد آخر. أما في الألقاب فلا بد أن يصدق الاسم في المسمى. في اللقب مدح أو ذم لا بد أن يصدق. زين العابدين هو فعلا هذا المعنى صادق فيه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقبه الصادق العميد صادق فيه، كما أن اسمه صادق فيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى أبو جهل اسمه إيه في الحقيقة، يعني اسمه الذي سمي به أبو إيه الحكم، ولكن معنى أبي حكم في واد وهو في واد آخر، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الحقيقي بدلا من أبي الحكم أبي الجهل. فالاسم قد لا يصدق، بل هو الأكثر بصراحة، يعني هو الأكثر. أما الألقاب فهي متحققة. فإذا نظرنا إلى هذه الجهة فهناك تغاير مغايرة بين الاسم واللقب. فإذا ورد ما ظاهره إضافة الشيء إلى نفسه أو إضافة الشيء إلى مرادفه تكلفنا جعل الأول اسما والثاني لقبا. هذا هو التأويل الذي يريده ابن مالك. وأول مهما إذا ورد التأويل أن تجعل الأول اسما والثاني لقبا. ولم يأتي أصلا في الباب إلا في باب العلم، أخذنا هذا في باب العلم في أول الكتاب. إذا اجتمع اللقب والاسم واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا. في شرح هذا البيت ذكرنا أنه إذا اجتمع الاسم واللقب كيف يعرب؟ لك وجهان، جعل الثاني تابعا للأول، أو إذا كان مفردين يجوز لك أن تجعل الأول مضافا إلى الثاني. الأول مضافا إلى الثاني مثل سعيد كرز، يجوز أن تقول جاء سعيد كرز، كرز بدل من الأول تابع. ويجوز أن تقول سعيد كرز بالإضافة، وهنا تأتي الإشكالية، إضافة الشيء إلى مرادفه. فالتعويل هنا الأول هو الاسم والثاني لقب. فإن ورد من كلام العرب ما يوهم إضافة الشيء إلى نفسه، أول ذلك بإضافة الاسم إلى اللقب، نحو سعيد كرز، فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم، والاسم خلاف المسمى. مسألة خلافية، خلاف عريض، وهو خلاف نشأ في علم الكلام ثم سرى وانتشر في كثير من العلوم. هل الاسم شيء والمسمى شيء آخر أو هما شيء واحد؟ والتحقيق في المسألة أن الاسم قد يذكر ويقصد معناه، وقد يذكر ويقصد لفظه. عندما أقول زيد مسافر
ما المقصود بزيد؟ لفظ أو المعنى؟ المعنى، لأن كلمة زيد المكونة من الزاي والياء والدال هل تسافر؟ لا تسافر. إذا عندما أقول زيد مسافر المقصود المعنى. طيب عندما أقول زيد مبتدأ مرفوع المقصود اللفظ ولا المقصود المعنى؟ اللفظ، لأن المسمى لا يكون مبتدأ ولا مرفوع. إذن إذا ذكرت الاسم قد أقصد لفظه وقد أقصد إيه؟ معناه. فإذا ذكر الاسم وأريد معناه فهو عين المسمى. هذا هو التحقيق في المسألة. إذا ذكر الاسم وأريد معناه فهو عين المسمى، وأما إذا ذكر وأريد لفظه فهو غير المسمى، لأن الزاي والياء والدال يعني زيد لا شك أنها مغايرة لشخصية المسمى. أنا أحمد، كلمة أحمد غير هذا الجسم، غير هذا الجسم. ولكن سؤال كده نشطح قليلا في مسائل علم الكلام. أحمد، مسمى أحمد هل هو الجسد، البنية هذه، أو الروح، أو هما معا؟ المسمى يتحقق في الجسد ولا يتحقق في الروح؟ فهمتم التساؤل؟ أو هما معا؟ إذا قلت يصدق على الجسد، المقصود بالمسمى الجسد، فيورد عليك أن الإنسان جنس، يصدق على كل حيوان ناطق، حيوان ناطق تعريف صادق على كل إنسان، وهذه الحقيقة هذا التعريف جامع، هذا التعريف يعني كل إنسان يصدق عليه حيوان ناطق، وجسمي مخالف لجسمك، مع أني إنسان حيوان ناطق وأنت حيوان ناطق، يعني جسدي غير جسدك، أليس كذلك؟ فإذا كان المسمى يصدق في الأجساد فالأجساد مختلفة. وقد قيل إن الإنسان هو حيوان ناطق على أن هذا التعريف صادق في جميع الأفراد وزواتها مختلفة. فهمتم وجه الإيراد؟ طيب هل هو الروح؟ زيد عندما يقبض، عندما تقبض روحه ويبقى الجسم، هل يطلق عليه هذا الاسم؟ يعني متوفى عندما يصلى عليه اسمه زيد، يقال عين زيد ولا يقال عين؟ هل الاسم طار؟ إذن فكأن المسمى أقرب إلى إيه؟ إلى الروح من الجسد، وإن كان الأقرب أن المسمى صادق في أمرين، لا غنى بالجسد عن الروح ولا بالروح عن الجسد، إذا افتقد أحدهما افتقد الإنسان. والحاصل أن هناك خلافا في مسألة الفرق بين الاسم والمسمى، والتحقيق في المسألة أن الاسم إذا أطلق وأريد معناه فهو عين المسمى، وإذا أطلق وأريد لفظه فهو غير المسمى.
مفهوم الكلام؟ قال فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم، والاسم خلاف المسمى. ونحو مسجد الجامع، مسجد الجامع، ولا يجوز أن نقول مسجد الجامع على النعت والمنعوت، لأن مسجد نكرة والجامع معرفة، فلا تطابق. لو أردت التركيب النعتي أقول المسجد الجامع، لكن مسجد الجامع خطأ. إذن وقد ثبت في كلام العلماء قولهم مسجد الجامع بالإضافة، والمسجد هو الجامع والجامع هو المسجد. إذن تعويل ذلك عند المكود فيؤول على حذف الموصوف والتقدير مسجد المكان الجامع. تعويل. إعراب البيت ومعنى منصوب على التمييز، لما به اتحد معنى من التمييز المحول عن فاعله، أصله لما اتحد معناه، لما به اتحد معناه، يعني فحول الفاعل من الرفع إلى النصب على التمييز، مثل واشتعل الرأس شيبا، أصله واشتعل شيب الرأس، أو على إسقاط في، يعني منصوب على نزء الخافض، لما به اتحد معنى تقديره لما به اتحد في المعنى يجوز. وموهما مفعول بأول، وهزف معموله، موهما اسم فاعل يعمل عمل الفعل يحتاج إلى المعمول، وهزف معموله لاقتضاء المعنى له، أي لأن السياق يدل عليه، وتقديره موهما جواز إضافة الشيء إلى نفسه. ثم اعلم أن من الأسماء ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى، أن من الأسماء ما هذه مسألة جديدة، انتهينا من المسألة الأولى، مسألة المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. أنت عندما تتكلم لابد، والتأويل لا يكون إلا في كلام العرب، التأويل في إيه؟ أما في كلام غير العرب فلا حاجة لي إلى التأويل، مخالف للقاعدة في ظاهره فهو خطأ، انتهى. لكن عندما يأتي بكلام العرب في القرآن الكريم، في الحديث الشريف، في معلقة امرئ القيس، ما يخالف القاعدة فلا يمكن أن أخطأ، لأن هذا أكبر من الخطأ. القواعد النحوية أصلا أخذت من هذه النصوص، فلا يمكن أن يعتمد عليها في تقطيعتها. فماذا أفعل؟ أؤول أو أحكم عليه بالشذوذ أن يحفظ ولا يقص عليه؟ هذا في كلام العرب. لكن واحد يتكلم وظاهر كلامه على خلاف القاعدة خطأ على طول بالمصرية يعني، فهذا يريهنا كثيرا، لا نتكلف التعويل إلا في كلام العرب عندنا في النحو. ولذلك قلما تجد نحويا يتعب نفسه في تعويل كلام المتنبي مثلا، أو في أبي تمام، شعراء المتأخرين، لأنهم ليسوا من العرب المعتد بكلامه. المتنبي ليس من العرب، وإن كان شاعر العربية ليس من العرب عند النحويين، كلامه بين الخطأ والصواب. فقلما تجد نحويا يتعب نفسه في تعويل كلام المتنبي على خلاف القاعدة فهو خطأ، لكن تكلف التعويل في شعر امرئ القيس مثلا فهو أكبر من الخطأ، معصوم عن الخطأ، امرؤ القيس معصوم عن الخطأ في اللغة، وإن كان حامل لواء الشعر في جهنم فالإسمة لم تنفعه في شيء. مسألة أسماء في اللغة العربية ناقصة المعنى،
يعني لا تستعمل إلا مضافة. هناك أسماء في اللغة العربية لا تستعمل إلا وهي مضافة إلى ما بعدها. يقول: ثم أعلم أن من الأسماء ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى ولا يخلو عنها البتة، لا يخلو عنها، وهو ينقسم قسمين. هناك ما يجوز أن يقطع عن الإضافة في اللفظ مع تقدير الإضافة، يعني يحذف المضاف، يحذف الاسم الثاني مع تقديره، يجوز. وهناك ما لا يجوز فيه ذلك، يجب أن يكون مضافا في اللفظ والتقدير. وهذا معنى قوله: ومنها ما يلزمها معنى ويخلو عن، ومنها قال إيه؟ ثم أعلم أن من الأسماء ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى ولا يخلو عنها البتة، هذا النوع الأول. ومنها ما يلزمها معنى ويخلو عنها لفظا، أي ويجوز أن يخلو عنها لفظا على التقدير. وقد أشار إلى الأول الذي لا يجوز أن يقطع عن الإضافة على الإطلاق، فقال: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. وبعض الأسماء على إيه؟ النقل. وهذا يجوز نقل حركة الحمزة إلى ما قبلها للضرورة الشعرية. الأصل وبعض الأسماء، إذا قرأت وبعض الأسماء البيت يضطرب وزنه ينكسر. إذن القراءة الصحيحة وبعض الأسماء يضاف أبدا، أي لا تستعمل إلا مضافة، وهي تنقسم قسمين في تقسيم ابن مالك. هناك ما يضاف إلى المفرد وهناك ما يضاف إلى الجملة. تقسيم آخر: الأسماء الملازمة للإضافة تنقسم قسمين، ما يضاف إلى المفرد وما يضاف إلى الجملة. والمقصود بالمفرد هنا ما ليس جملة فقط. المفرد مصطلح مشكل في النحو، يذكر في أبواب كثيرة وله في كل باب معنى خاص. الآن مر بنا من معاني المفرد أكثر من خمسة: المفرد بمعنى ما ليس مسنا ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، والمفرد بمعنى ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمفرد بمعنى ما ليس ما ليس جملة ولا شبيها، والمفرد بمعنى ما ليس مضافا ولا شبيها. والآن مفرد بمعنى آخر: ما ليس بجملة فقط، كل ما ليس بجملة فهو مفرد، حتى الشبيه بالمضاف من المفرد. هنا مثلا عندما أقول: زارني كل حافظ درسه، زارني كل حافظ درسه، كل مضاف، وحافظ مضاف إليه، وحافظ اسم فاعل يعمل عمل فعله، ودرسه مفعول به. زارني كل حافظ درسه، أو زارني كل حسن خلقه. هذا من الإضافة إلى المفرد ولا من الإضافة إلى الجملة ولا إيه؟ من الإضافة إلى المفرد. لا أقول شبه جملة هنا، مسألة شبه جملة في باب المنادى وباب لا النافية للجنس، أما هنا فشبه جملة من أقسام المفرد، شبه الجملة من أقسام المفرد. وبعد ذا قد يأتي لفظا مفردا، حذف
الياء من الفعل المؤتل في حالة الرفع للضرورة الشعرية، وهو جائز. قد يأتي ليس قد يأتي، حذفت الياء ولن يدخل جازم، هذا جائز في الشعر. ومنهم من أجاز حتى في الكلام المنصور وقرئ به في القرآن الكريم في بعض الآيات. يعني أن من الأسماء ما لا يستعمل إلا مضافا، نحو قصار الشيء وهماداه، قصار الشيء أن تذاكر وتنجح، قصار الشيء أن تركز على نفسك، وهماد الشيء بمعنى قصار الشيء أيضا، كل ما في الأمر هماداه. وذلك على خلاف الأصل، يعني كون الاسم ملازما للإضافة على خلاف الأصل. الأصل في الأسماء أن يجوز فيها الإضافة وعدم الإضافة، لكن كونها ملازمة للإضافة على خلاف الأصل، هذا معنى كلامي. وذلك على خلاف الأصل، فإن الأصل في الاسم أن يستعمل مضافا تارة وغير مضاف أخرى، ثم إن من اللازم للإضافة ما يلزمها معنى ويجوز إفراده لفظا، يعني حذف المضاف لفظا مع تقديره. وإلى ذلك أشار بقوله وبعد ذا قد يأتي لفظا مفردا، وهذا التفسير للشيخ المكودي فيه بعض النظر، يعني كلام الشيخ واضح، تقسيمه للباب ما يضاف إلى المفرد وما يضاف إلى الجملة. ولكن حمل كلامه على التقسيم إلى ما يجوز فيه حذف المضاف وما لا يجوز على خلاف ظاهر كلامه، ولا مانع من هذا التقسيم، لكن الإشكال في حمل كلام ابن مالك عليه، يعني حتى ما يضاف إلى الجملة قد يفرد في اللفظ، قد يفرد في اللفظ، مثل لما بمعنى حين يجب أن يضاف، لا لما لا يصلح معنى هنا، لكن إذ وإذا يضافان إلى الجملة وجوبا، ولكن قد تهذف الجملة ويعوض عنها بالتنوين، فهي في الظاهر مفردة عن الإضافة، مفردة عن الإضافة. إذن جواز حذف المضاف في بعض الأسماء ليس مقصورا على ما يضاف إلى المفرد، يدخل فيما يضاف إلى المفرد وما يضاف إلى الجملة. على العموم البيت ظاهره تقسيم الملازم للإضافة إلى نوعين، ما يضاف إلى المفرد وما يضاف إلى الجملة، والشيخ المكودي حمله على التقسيم إلى ما يجوز فيه حذف المضاف وما لا يجوز فيه ذلك، هذا ما نريد أن نفهم، فهمتم؟ قال الإشارة بذا إلى ما تقدم إضافته، وفهم منه أن ما يلزم الإضافة على قسمين، لازم الإضافة لفظا ومعنى، وذلك نحو قصار الشيء وهماداه، هذا اللفظ لا يستعمل إلا مضافا، لا يجوز حذف المضاف، أقول قصار فقط لا يجوز، همادا فقط لا يجوز، لكن الإضافة إما إلى الظاهر وإما إلى الضمير، يجوز إلى الظاهر ويجوز إلى الضمير. ولازم للإضافة معنى، ولازم للإضافة
معنى يعني مع جواز كونه في اللفظ مفردا عن الإضافة نحو كل وبعد وقبل وبعد بالدال. قل كل يعمل على شاكلتي أصله كل إنسان. بعضكم لبعض عدو أصله بعضكم لبعضكم. قبل لله الأمر من قبل ومن بعد أصله من قبل الغلب ومن بعده فهزف المضاف جائز. إعراب البيت وبعض الأسماء مبتدأ ويضاف خبره وأبدا منصوب على الظرف ويجب أو لا يجوز أن يكون آمله فعلا ماضيا. لا يجوز أن يكون عامله إيه فعلا ماضيا أبدا يتعلق بالمستقبل. ومن الأخطاء الشائعة قولهم ما رأيته أبدا هذا خطأ. لم أقل ذلك أبدا خطأ. لابد أن يكون عامله مرتبطا بالمستقبل. إذا كان مختصا بالماضي فكونه معمولا لذلك خطأ من الأخطاء الشائعة. فركزوا يعني من ثمار دراسة اللغة أن تتأثر في كلامك وفي كتاباتك. درست اللغة، حفظت الألفية، تخرجت من كلية اللغة العربية، ولكن نقرأ كلامك ولا نجد فارقا بين كلامك وكلام من لم يقرأ الآجرومية. ما الفائدة؟ الذي لم يقرأ شيئا من اللغة يقول ما رأيته أبدا، وأنت تقول ما رأيته أبدا، تحتاج أن يعني تستحق أن تضرب بالعصا. أنت درست وحفظت، إذن طبق ما درست. فلازم لازم لازم دارس اللغة العربية أن يكون له عناية بالأخطاء الشائعة. كتب الألحان موجودة قديما وحديثا، درة الغواص للإمام الحريري كتاب عظيم يجب أن يكون في مكتبة الطالب. درة الغواص في ألحان الخواص، الشيخ الحريري لا يتتبع ألحان ألحان العوام بل يتتبع أخطاء العلماء. المقصود بالخواص العلماء، درة الغواص في ألحان الخواص. وعندك كتاب آخر جميل خير الكلام في تقصي أغلاط العوام. في تقصي أغلاط العوام، العوام الكتاب المتوفر. هذا الكتاب حتى الآن موجود في مكاتب كثيرة. المكتبة التي طبعت شرح المكودي الآن، انظروا إلى قائمة مطبوعاتها، أسرار العربية، شرح المكودي، جامع أمالي، كأني رأيت لها طباعة درة الغواص. نعم موجود لكنها لم تذكر هنا. هذه المكتبة طبعت درة الغواص للإمام الحريري. الكتاب الثاني مولانا خير الكلام في تقصي أغلاط الأوام. ومن الكتب المعاصرة الجميلة التي أنصح بها كتاب معيار التخطئة والتصويب. معيار التخطئة والتصويب، الكتاب يذكر الضوابط التي تعتمد عليها قبل أن تحكم على تخطئة شيء أو على أنه صواب. هذا خطأ أو صواب، هناك معايير، هناك خطوات تتبع. كتاب عظيم موجود في مكتبة الآداب، معيار التخطئة والتصويب للدكتور عبد الفتاح الخطيب تقريبا اسمه، من أساتذة كليتنا المباركة. والكتاب الثاني كتاب لأستاذي الدكتور زكريا عبد المجيد النوتي حفظه الله، كتاب موجود في إمام الرازي،
أثرات اللسان واليرى، كتاب رائع، عندما تقرأه في وقت النشاط ولو ربع ساعة في اليوم، صفحة صفحتين، ستجد أخطاء ترتكبها وأنت لا تعرف أنها أخطاء. أثرات اللسان واليرى موجود هنا في الشارع بعد أصول الدين، خلف مكتبة أصول الدين دار الإمام الرازي، وفيما أعلم لا يتجاوز 100 جنيه سعره يعني. طيب نقول إيه كل هذا فيما يتعلق بكلمة أبدا، وأبدا منصوب على الظرف، عامله لابد أن يرتبط بالمستقبل. وبعد ذا مبتدأ، وقد يأتي خبره، وحذف الياء من يأتي استغناء بالكسرة، أو وحذف الياء أو وهزف الياء، الوجهان الأقرب، الوجهان يعني قراءته فعلا مبنيا للمعلومة أو المبنية للمجهول أفضل من قراءته مبتدأ. وحذف الياء من يأتي استغناء بالكسرة جائز له وجهه. طيب الوجه الثاني، وهزف الياء أو وحذف الياء، وحذف النازم الياء، ثلاثة أوجه كلها صحيحة، ولكن قراءته فعلا فيما يظهر لي أقرب. ومفردا حال من الضمير المستتر في يأتي، ولفظا منصوب على إسقاط الخافض ويجوز نصبه على التمييز. ثم قال وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى حسما ظاهرا حيث وقع، هذا نوع آخر من أنواع المسألة، أسماء لا تستعمل إلا مضافة ولا يجوز حذف المضاف، يجب أينما وجدت أن تكون مضافة لفظا وتقديرا. الله أكبر الله أكبر. نعم، وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع من الأسماء المرتبطة بهذه المسألة ما لا يجوز أن يحذف منها المضاف. هل فهمتم هذا؟ وهذه الأسماء يجب أن تضاف إلى الضمير، لا يجوز أن تضاف إلى الاسم الظاهر. يعني هذا البيت يتكلم عن أسماء لها خصيصتان، الخصيصة الأولى وجوب الإضافة لفظا وتقديرا، الخصيصة الثانية وجوب الإضافة إلى الضمير. وهذا معنى قوله وبعض ما يضاف حتما أي وجوبا امتنع إيلاؤه اسما، يعني امتنعت إضافته إلى الاسم الظاهر، إيلاؤه اسما ظاهرا أي إضافته إلى الاسم الظاهر حيث وقع أينما وجد. يعني أن بعض الأسماء اللازمة للإضافة لفظا ومعنا يمتنع أن يضاف إلى الظاهر فتجب إضافته للمضمر، وفي هذا النوع خروج عن الأصل من وجهين، لزوم الإضافة وكون المضاف إليه مضمرا، يعني لزوم الإضافة ولزوم كون المضاف إليه مضمرا. يعني هنا بعد حرف العطف حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، لزوم الإضافة ولزوم كون المضاف إليه مضمرا. ثم أتى من ذلك بأربعة الألفاظ، أو ثم أتى من ذلك بأربعة ألفاظ، نفهم من كلام الشارع
أن ابن مالك لم يستقصي جميع الألفاظ بل ذكر المشهورة منها فقط. يعني هناك زيادات على هذه الأربعة تجدها في المطولات، ولكن هذه الأربعة هي المشهورة، هي المناسبة للمستوى. تفهم ما أقول يا شيخ ولا درس صعب؟ تفهم بدرجة كم؟ 60. الحمد لله كده شيخ الإسلام. من يفهم 60% يعني شيخ الإسلام، الحمد لله. طيب، ثم أتى من ذلك بأربعة ألفاظ فقال: كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي للبي. ك حتى في عبارة الشيخ العبارة لا تدل على الحصر. ك هذه العبارة الأصل فيها الدلالة على التمثيل. كوحدة، المثال الأول وحد، وحد لا يستعمل إلا مضافا ولا يضاف إلا إلى الضمير، وقد تقدم الحديث عنه في باب الحال. لا إله إلا الله وحده، ذاكر وحدك، تكلم وحدك، وحد لابد أن يضاف إلى الضمير، هذا هو الأول. لبي يعني المستعمل في قولنا عند التلبية لبيك اللهم لبيك. لبيك لا يستعمل إلا مضافا ولا يضاف إلا إلى الضمير، والضمير الذي يضاف إليه لبي إما ضمير الخطاب وإما ضمير الغائب، لبيك أو لبيه، ثبت هذا. لبيك. وخلاف بين العلماء في هذه الكلمة لبيك هذه، هل هي مفرد أو مثنى؟ لبيك مثنى أو مفرد؟ مذهب سيبويه وكثير من العلماء أنه مثنى، لبوا فصني فصار لبيك، ومثنى لفظا ومعنى. وبعض المحققين وهو كذلك في كتاب العين للخليل أن لبيك مفرد والياء مبدلة من لام الكلمة. لبيك أصله إيه؟ لببك، 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 فخففت الكلمة بقلب الباء الأخيرة ياء، مثل مددت يدي يقال فيه مديت، مددت يقال مديت مثلا، يعني في المضاعف يقلب اللام ياء في بعض الأفعال، ولعل هذا أقرب. ولي كتاب رسالة لطيفة مفردة لكلمة لبيك في حدود 60 صفحة، لبيك معانيها واستعمالاتها في العربية، فيها مسائل دقيقة، مسائل اشتقاقية، هي مشتقة من إيه، معناها إيه. ف إن شاء الله كتاب مسود سأراجعه قريبا إن شاء الله. نعم. القول الثاني إنه مفرد وأصله لببك، لببك، فقلبت الباء الأخيرة ياء، يعني اجتمعت ثلاثة البابات. أيوة البابوات. قل بابوات على خلاف القاعدة، على خطأ يعني، وأحيانا الخطأ يكون أملح من الصواب. وتعرفون أن توالي الأمثال مهجور في العربية، ثلاثة أهرم من جنس واحد اجتماؤها مهجور.
ففي لببك عندنا كام؟ نفس الشيء. ثم الكلمة الثالثة دوالي، دواليك. بعض الشر أهون من بعض، أو حنانيك، ذاك حنانيك. أيوة، هو لم يذكر حنانيك وهو من الباب. حنانيك بعض الشر أهون من بعض. وسعدي. ثم قال وشز إيلاء يدي للبي، شز إيلاء يدي للبي، يعني ورد عن العرب إضافة لبي إلى اسم ظاهر وهو شاذ. والشذوذ أيضا مصطلح مشترك في النحو. الأصل أن يطلق بمعنى ما خالف القاعدة، سواء أكان كثيرا أم كان قليلا، ما خالف القاعدة يطلق عليه الشاذ، سواء أكان كثيرا أم كان قليلا. فهناك الشاذ القليل وهناك الشاذ الكثير. ويستعمل الشاذ بمعنى بمعنى ايه؟ الضرورة الشعرية، ما لا يستعمل إلا في الضرورة الشعرية. يعني هناك شاذ يجوز أن يستعمل في الكلام المنثور وفي الضرورة الشعرية، وهناك شاذ لا يجوز أن يستعمل، أي لا يجوز القياس عليه إلا في الضرورة الشعرية، وفي الكلام المنثور يحفظ ولا يقاس عليه. وهذا هو الأقرب في كلام الناظر. شز إيلاء يدي للبي في الضرورة الشعرية. وقد يستعمل بمعنى مخالف للأصل، ما خالف الأصل فقط، يعني ليس ما خالف القاعدة. أصل الباب أن يكون كذا، فما جاء على خلاف الأصل يطلق عليه شاذ، لا يعني أنه على خلاف القاعدة. مثلا الأصل في الأسماء أن يجوز أن تضاف مرة وألا تضاف، يعني الأصل في الأسماء أن يجوز فيها الإضافة وعدم الإضافة، هذا هو الأصل. طيب هذه الأسماء التي يجب أن تضاف على خلاف الأصل، قد تجد من العلماء من يطلق عليها شاذة، يعني على خلاف الأصل، لا يعني أنها على خلاف القاعدة أو على خلاف القياس عليها، لا، على خلاف الأصل، الأصل العام، كأنه استثناء. فكل قاعدة أصل، وليس كل أصل قاعدة. قال أما وحد، طيب تقريبا نقف عند هذا القدر. في المحاضرة القادمة نبدأ عند قوله كوحد لبي ودوالي سعد. لا نستطيع أن نعطي هذا البيت حقه في الدقائق الباقية. من له سؤال فليتفضل.